من الأسئلة اللي جات لنا، هو علاج نقص فيتامين ب 12 بياخد وقت قد إيه لو استخدمت أقراص الدلتا فيت 1000 مايكرو جرام؟ أقراص الدلتا فيت بتعالج نقص فيتامين ب 12 لأن المادة الفعالة اللي فيها هي السيانوكوبلامين بتركيز 1000 مايكرو جرام، واللي ممكن تستخدم في حالات كتيرة زي الحالات اللي إحنا هنقول عليها دلوقتي. الناس اللي عندها فقر الدم اللي بيأثر على الجهاز العصبي، برضو الناس اللي عندها فقر الدم الخبيث نتيجة نقص فيتامين ب 12، الناس اللي عندها سوء تغذية او ماشية على نظام غذائي ما فيهوش بروتين حيواني. كمان الاقراص دي ممكن تستخدم للتخلص وعلاج اعراض نقص فيتامين ب12 زي الوخز والتنميل وعدم الاحساس وعدم وضوح الرؤية وضعف الذاكرة وغيرها. الجرعة المعتادة من اقراص دلتا فيت لعلاج نقص فيتامين ب12 بتبدأ من 25 الى 2000 مايكرو جرام يوميا عن طريق الفم. مدة العلاج ممكن تستمر من 5 الى 6 شهور، بعد كده لازم تعيد التحليل مرة تاني علشان تتأكد ان مستويات فيتامين ب12 بقت كويسة.